وبانتهاء الفورس بارت اوف ذا ديودينم نكون وصلنا لبداية الجزء الثاني من السمول انتستين اللي هو الجيجنم، ويلي الجزء الثالث اللي هو الإيليوم. هناخدهم مع بعض نشوف الفرق بين الاثنين، لكن انا يهمني هنا اتكلم على الكلام الجنرال فيتشرز بتاعت كل من الجيجنم والإيليوم من ناحية البداية والنهاية، الأطوال، الديامتر. شوف الحاجات دي مع بعض. الجيجنم، بداية الجيجنم كانت نهاية الديودينم عند فليكشر اسمه ديودينو جيجنال فليكشر أو ديودينو جيجنال جانكشن. هذا الجانكشن كان بيقع عند مستوى السكند لامبر فيرتبرا 1 سنتي to the left side of the middle line. هنا كانت بداية الجيجنم. أما كانت نهاية الإيليوم عند الإيليوسيكال جانكشن بالقرب من وجود الفيرمي فورب أبندكس اللي كانت تقع عند المكبيرنس بوينت. دي كانت بداية ونهاية الجيجنم والإيليوم بوصفهم أكبر أجزاء السمول انتستين. يبلغ طول كل من الجيجنم والإيليوم 6 متر. منهم الجيجنم كان بيكون البروكسيمال 2/5، يعني 240 سنتي، 240 سنتي من السمول انتستين. أما الإيليوم كانت ديستال 3 متر و60 سنتي. كان يوجد الجيجنم غالبيته في منطقة الأمبلايكال ريجون، أما الإيليوم فكان بيوجد جزء كبير منه في منطقة الهيبوجاستريك ريجون. الجيجنم لما نشوفه إن ذا ليفينج إنديفيدوال هنجد إن لونه أقرب إلى لونه بيبقى ريدش إن كلر، أما الإيليوم فكان بيل ان كلر، ونعرف السبب في كده ايه. الديامتر اوف جيجنم كان اكبر من الديامتر اوف ايليوم. ديورينج سيرجيكال اوبريشنز الوول اوف ذا جيجنم بنحسه كطبقتين، اما الوول اوف ايليوم بنحسه كطبقه واحده. اذا فتحنا الجيجنم وشفنا الميكوزة بتاعته من جوه هنلاقيها إذ thrown into circular folds يسموها بلايكا سيركولاريز. يعني الميكوزة بتاعت الجيجنم كان بيوجد بها عدد كبير من السيركولار فولز ايات اللي بيسموها البلايكا سيركولاريز. البلايكا سيركولاريز كانت very few ان إيليوم وكانت نيومرس ان جيجنم. لو جينا نبص للسب ميوكوزا هنجد ان في سب ميوكاس كوليكشن اوف لينفويد فوليكلز تعرف بالبايرز باتشز كانت موجوده في الإيليوم وكانت ابسنت في الجيجنم. دي كانت الفروق بين الجيجنم والإيليوم. يتبقى لنا الارتيريال سبلاي، ده الجيجنم وده الإيليوم. كل من الجيجنم والإيليوم كان ملفوف بداخل فولد من البروتونيوم اسمه الميزنتري بروبر، كان ماشي بداخله الارتيريال سبلاي الأساسي اللي هو السوبيريور ميزنتريك أرتري. هذا السوبيريور ميزنتريك أرتري يرسل ارتيريال برانشز هتروح تغذي كل من الجيجنم والإيليوم. هذه الأرتيريال برانشز كانت بتعمل أنستموزنج مع بعضهم وتكون لي صفين أو 3 صفوف في الإيليوم مكونة ما يعرف بالأرابيسك أو الأرتيريال أركيدز. الأرتيريال أركيدز كانت في الجيجنم زي ما احنا شايفين سيمبل، وكانت في الإيليوم كومبليكيتد. طيب، among هذه الاركيدز
كان في الجيجنم بيوجد فيو اماونت اوف فات، ليس اماونت اوف فات، علشان كده لو حطينا الضوء من ورا هنجد ان هذا الضوء بينفذ من خلال الارتيريال اركيدز مكونا الشكل المعروف باسم الويندوز، في حين الإيليوم كانت كمية الفات فيه كبيرة فبتعمل أوبليتريشن للضوء المنبعث من كشاف قاعد جاي من ورا الأرتيريا الأركيدز، فبالتالي هنجد الدنيا معتمة ونو ويندوز. ده كان الفرق بين الجيجنم والإيليوم، حطناهم في هذا الجدول وممكن تبقوا تطلعوا عليه. بعد كده هندخل على اللارج انتستين. بصفة عامة اللارج انتستين ده الجزء من الجاسترو انتستينال تراكت اللي كان موجود في منطقة الابدومن وكان بيشغل البريفري اوف ذا ابدومينال ارياز. اللارج انتستين كان طولها حوالي متر ونص وكانت بتتكون من الاجزاء الاتية. بدايتها كانت دي كانت عبارة عن ايه؟ سيجمنت تيوب. نتكلم الاول على الشكل بتاعها. احنا قلنا شكل الاستومك كان جي شيبد او ستير هورن، شكل الديودينم كان سي شيبد لوب، شكل السمول انتستين الجيجنم والإيليوم كان كويلد تيوب، اما شكل اللارج انتستين فكانت سيجمنتد تيوب طولها متر ونص وبتشغل البريفري اوف ذا ابدومينال ارياز. بدايتها كانت السيكم موجود في الرايت الياك ريجون الاورايت انجوينال ريجون ويطلع بعد كده في صوره الاسندنج كولون، فالرايت كوليك فليكشر، فالترانسفيرس كولون، فالليفت كوليك فليكشر، فالديسندنج كولون، في البلفك او السجمود كولون، ثم الريكتم والانال كنال. ما ننساش وجود جزء رودمنتري اسمه فيرمي فورم ابندكس او الزايد الدودي. ده رفلي بصفه عامه كانت اجزاء اللارج انتستين. هنشوفها في الدايجرام الثاني. ده كان نهايه الإيليوم والسيكم، وبعد كده هيطلع الاسندنج كولون. وما ننساش ان الجدار، احنا قلنا جدار او الوول بتاع اللارج انتستين كان سيجمنتد، كان مقسم بهذا الشكل. ثم الرايت كوليك فليكشر، فالترانسفيرس كولون، فالليفت كوليك فليكشر، فالديسندنج كولون، فالبلفيك او السجمويد كولون، ثم الريكتم والانال كنال. دي كانت اجزاء اللارج انتستين. الفرق بين اللارج والسمول انتستين بالاضافه للحاجات اللي احنا قلناها، اللارج انتستين الديامتر بتاعه كبير اكبر من الديامتر اوف ذا سمول انتستين. ادي اول فرق. الفرق الثاني، اللارج انتستين كان الوول بتاعها سيجمنتد، انما السمول انتستين الوول بتاعها كان سموث نوت سيجمنتد. اللارج انتستين كانت واخده من الابدومينال ارياز البريفري اوف ذا ابدومينال ريجونز، اما السمول انتستين فكانت واخده السنترال بارت اوف ذا ابدومينال ريجون. طيب دي الفروقات العامه، الا ان هناك مجموعه من الخصوصيات. اول خصوصيه ان الوول هنا كان ساكيوليتد او سيجمنتد، يعني في ساكيوليشن. الفرق الثاني هو وجود فايبرو ماسكولار بانز موجوده على الوول بتاع اللارج انتستين ومش كانتش موجوده على الوول اوف سمول انتستين. هذه الفايبرو ماسكولار بانز بيسموها تينيا كولاي. ثم ان الاوتر سيرفيس اوف ذا لارج انتستين is filled with large number of peritoneal sacs يسموها appendices epiploiki. دي كانت الفروقات الجوهرية
بين اللارج انتستن والسمول انتستن. زي ما احنا شايفين في هذه الرسمة، دي كانت اللارج انتستن اهي، وادي الساكوليشن بتاعها، وادي اللارج انتستن، وكانت واخدة البريفري اوف ذا ابدومينال اريا. دي كانت السمول انتستن اهي، كانت واخدة السنترال بارت، بس هنا حذفوها على جنب، عملوا لها ريفليكشن على وان سايد. فادي كمان التينيا كولاي اللي كانت موجوده على الوول اوف ذا لارج انتستن، وديت كانت البروتونيال ساكس اللي تشبه ورق الشجر ديت، اللي كان بيسموها الابنديسز ايبي بلوكي. دي كانت الفروقات بين كل من اللارج والسمول انتستن. هنبتدي من المحاضره الجايه ناخد تفصيلا اجزاء اللارج انتستن ونشوف الريليشنز بتاعتها.